وش تشجع اليوم؟ شجع قعود العليان عليان. كفو الطيب. كفو اي لون؟ ايش اسمها؟ اوضح. الله بيك توصف شوط اليوم مفاريد شقح ووضح باللغة العربية الفصحى، أي غلطة بتطلع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة العربية الفصحى العربية الفصحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام. عرفت تسلم بالفصحى؟ إيه والباقي ما أدري. السلام عليكم. أول شيء كيف؟ إيش قوم؟ مهرجان جميلا وبعرورات جميلة ومهرجان ما له شكل. دق رق وحلا كلها بجه دق حلوة. رأيت المهرجان كويس، إنه شوط قوي جدا وجميل يجمع لونين، اللون الأوضح واللون الأشقح. المهرجان جميلا جدا ومشاركة الوضح جميلة والشقح جميلة والفال للناموس. خير والليل والقعدان وتعرفني والسيف والرمح والمهرجان. كسر البيوت. شو اسم القعود اللي تشجع؟ القعود طال عمرك هنا قعودين، واحد منهم ان شاء الله بالفسحه، اما كروز واما سلمان. كيف رايت مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعه؟ والله رايناه كعادته، كل عام يزداد جمالا ويزداد تالقا ويزداد تنظيما افضل واكثر روعه. مهرجان جيد وشاهدنا قعدان جيدة ورأينا ما يسر العين والحمد لله. ما الذي رأيته تغير بين النسخة والنسخة من مهرجان إلى آخر؟ تغيرات بكل سنة، تطور أكثر وجمال أكثر وتنظيم جميل. مهرجان جميل جدا ونحمد الله أن أنعم علينا بهذه النعمة الجميلة وهي نعمة الأمن والأمان وعلى ما قال.